تم شيء كثير عن صاحب جلالة. نعم، مثل إيش؟ يوم يكون عيد وطني ولا شيء أكتب له. نعم. خط الشيخ هلال الخطابات السلطانية بالأعياد والمناسبات الوطنية وأوراق اعتماد السفراء وعلى جدران الجوامع والمساجد كجامع الزلفة وجامع السلطان قابوس الأكبر، بالإضافة لشعارات بعض مؤسسات الدولة مثل شرطة عمان السلطانية ومجلس الدولة. كل شيء يسوي السلطان يبقى يكتب يخبرني أنا أكتب. هذه الخطابات كلها من خطك؟ خطي يكتبها وخلافنا نغدي له إياها.